أهلا بكم. الحكمة الصينية تنصح القادة بالانتصار النفسي قبل الاشتباك، والصين خطت أولى خطوات النجاح وأعلنت السيطرة على انتشار فيروس كورونا في مركزه. كيف تفاعل العالم؟ أعضاء من الكونغرس في الحجر الصحي وترامب في دائرة الاشتباك؟ في أنتم أونلاين يوم من دون نساء في المكسيك، لماذا؟ وفي الترند افتحوا الحدود أمام اللاجئين وجديد اعتقالات السعودية ومواضيع أخرى سنفصلها في حلقة جديدة من أنتم أونلاين. غادة أهلا بك. مرحبا فاطمة. يعني إشارة إيجابية قوية في موضوع الصين. الرئيس الصيني قام بزيارة هي الأولى له إلى ووهان بعد انتشار الفيروس. صحيح. وكان له تصريح ملفت وهام، السيطرة على انتشار الفيروس في مركزه في المدينة التي انتشر فيها هذا الفيروس أولا. هذه الزيارة كان لها دلالات كبيرة وتناقلتها وسائل الإعلام الغربية والعالمية، ومنها عنوان لصحيفة نيويورك تايمز بأنه أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا، الإعلان عن هذا هو دلالة على أن بكين تعتقد أن هذا الأمر انتهى. إغلاق المستشفيات المؤقتة في ووهان أيضا إشارة إيجابية قوية، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه هذا أول وباء يمكن السيطرة عليه، ولا سيما أنه أكثر من 70% من المصابين بكورونا في الصين تمثلوا للشفاء، وهذا أيضا باعتراف منظمة الصحة العالمية. كان هناك تفاعل كبير على السوشيال ميديا مع هذا الموضوع، ومنها تغريدة قال فيها أحدهم إن الحكومة الصينية اتخذت إجراءات حاسمة وكان لها تأثير كبير، والصين هي الآن المنطقة الأكثر أماناً. فاطمة، عن موضوع كورونا أيضا والتفاعل على السوشيال ميديا، ولكن هذه المرة في الشق الاقتصادي البحت. فاطمة، بعد تراجع أسعار النفط والمخاوف من فيروس كورونا، شهدنا بالأمس على تراجع الأسهم الأمريكية، وقد لاحظنا تراجع كبير في هذه الأسهم، حتى أنه رصدنا على موقع تويتر تريندينج أول في الولايات المتحدة هاشتاج ماركت كراش أو انهيار السوق، وهاشتاج أيضا ترامب كراش. العديد من التغريدات قمنا برصدها، بداية مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب هاجم إدارة باراك أوباما وجو بايدن الذي كان نائب رئيس أوباما على تويتر بالقول إن إدارتهما هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة. في تغريدة ثانية قمنا برصدها لممثل أمريكي يدعى جون فولكسينج، يقول على الأقل يتوجه إلى ترامب بالقول لقد حطمت الرقم القياسي لأكبر انخفاض في مؤشر داو جونز على الإطلاق. هذه التغريدة الثالثة التي قمنا برصدها، أحد الناشطين يقول سوق الأسهم والدولار الأمريكي ينهاران اليوم، أهلا بك في الفترة الرئاسية الأولى لترامب. وقام هذا الناشط بالتذكير وبإعادة مشاركة تغريدة لترامب نشرها عام 2012. كان ترامب حينها اتهم أوباما بأنه تسبب بأكبر خسارة في سوق الأسهم الأمريكي في عام 2012، واليوم هو يواجه نفس الانتقاد. وفي الشق الاقتصادي نختم مع هذا الفيديو. الجي اي اف هو عبارة لرجل يحمل طنجرة طعام وتقع هذه الطنجرة من بين يديه، وهو ما يوصف حال سوق الأسهم في أمريكا اليوم. غدا، يبرز أيضا سؤال هل يقترب خطر كورونا من البيت الأبيض؟ يبدو هذا احتمالا واردا في وقت 5 أعضاء في الكونغرس بينهم جمهوريان على الأقل تواصلوا عن كثب مع ترامب في الأيام الأخيرة، وهم يخضعون الآن لحجر صحي. النائب الجمهوري دوك كولينز كان كما هو واضح في الفيديو كان صافح ترامب، وهذا ما وضع ترامب في دائرة الاشتباه أيضا، وهو تواصل شخصيا مع أعضاء آخرين لكنه لم يخضع لأي فحص حتى الآن. فاطمة، وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا ووصوله إلى داخل البيت الأبيض، انتشر فيديو على تويتر لنائب الرئيس الأمريكي مايك بانس عندما سأله أحد الصحفيين هل خضع ترامب لفحص كورونا. لمعرفة الإجابة نتابع هذا الفيديو. Have you been tested? I have not been tested for the coronavirus. Has the president? Has the president been tested? He's been in contact with people who were in proximity to somebody who had the virus. Let me be sure and get you an answer to that. I honestly don't know the answer to the question, but we'll refer that question and we will get you an answer. Wow.
فاطمة، أيضا عن ترامب، كان هناك فيديو تداوله الناشطون على السوشيال ميديا. أحد المغردين غرد على فيديو بالقول أن ترامب يقوم بمصافحة الجميع دون الاكتراث لفيروس كورونا، وسأل هذا الشاب ماذا سيحصل عندما يعود ترامب إلى العاصمة واشنطن دي سي. فعلا الأمر خطير ويحتاج من كل شخص توعية في هذا الأمر وعدم المصافحة في هذه الفترة. صحيح غدا. إطلاق بعض الإعلام الأمريكي على هذا الفيروس اسم ووهان فيروس أو الفيروس الصيني كان محط انتقاد شديد من المتابعين والناشطين على السوشيال ميديا ولا سيما تويتر، وقد عدوه واعتبروه انه هذا امر عنصري. كان هناك عده تغريدات في هذا الشان. استر كتبت مجموعه توجيهات للمساعده في مكافحه ما سمتها كره الاجانب. اولا لا تطلق عليه هذا الاسم اي الفيروس الصيني او فيروس ووهان، وثانيا لا تتجنبوا الشعوب الاسيويه أو التعامل مع تجارتهم، وثالثا افضحوا العنصرية في وسائل الإعلام عندما ترونها. أيضا كانت هناك تغريدة للصحافي كتب أنه هنا نتعامل مع سلالة أكثر فتكا من الفيروسات، اعتبر أن يعني هم الفيروس وسائل الإعلام الأمريكية، ومع هاشتاج ووهان ميديا فيروس. أيضا كان هناك يعني مقال يتحدث أو يحمل ترامب مسؤولية أو يعتبره غير كفوء في التعامل مع هذه الأزمة في الولايات المتحدة على جميع الأصعدة. ترامب غير صالح لهذه الأزمة نقطة على السطر، كان هذا عنوان نيويورك تايمز. الصحيفة الأمريكية ذكرت في تقريرها أن فيروس كورونا في الولايات المتحدة هو أزمة شفافية وشرعية الحكومة، وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يركز على عدد الأصوات الهائلة التي يمكن أن يحصل عليها، وهو في المقابل يقوم بإسكات حاملي الأخبار السيئة. اعتبرت أن هذا ما يفعله المستبدون، وهو ما يهدد حياة الملايين من الناس. فاطمة، في ختام الحديث عن موضوع كورونا لحلقة اليوم، رصدنا فيديو طريف جدا لرئيس الوزراء الهولندي قام بإلقاء كلمة لتوعية الناس لعدم المصافحة في هذه الفترة خوفا من فيروس كورونا، إلا أنه في الأخير عندما انتهى من هذه الكلمة الصحفية قام بمصافحة الشخص الذي يقف إلى جانبه، وربما هنا الطبع يغلب التطبع، نسي أنه يجب عدم المصافحة في هذه الفترة. سابقا أيضا مع أحد الدبلوماسيين أيضا كانت تقوم بالتعليمات ولمست وجهها. يعني ننتقل إلى موضوع اللاجئين، الأزمة التي يعني يتم التداول فيها منذ أيام. تركيا تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة. كان هناك اليوم عدد من اللقاءات لأردوغان في بروكسل، وأيضا متوقع اجتماع في 16 من أدار وحلول لهذه الأزمة. صحيح فاطمة، منذ ليل أمس انتشر هاشتاج كان ترندنج عالميا Open the Borders أو افتحوا الحدود. في هذا الشأن رصدنا تغريدة لرئيسة مفوضيات الاتحاد الأوروبي أورسولا لين تقول أن الحوار المفتوح والبناء اليوم مع الرئيس أردوغان كان نقطة انطلاق جيدة لعملية تهدف أولا وقبل كل شيء لدعم المهاجرين والاستقرار في المنطقة. في تغريدة ثانية على تويتر أحدهم يقول في أدرنا بتركيا بينما تنتظر النساء اللاجئات من أجل العبور إلى اليونان سيرا على الأقدام يطالبنا بفتح الحدود. مصطفى غرد أيضا لا تخافوا أيها الأوروبيون، اللاجئون لا يأكلون الناس. وفي تغريدة أخرى ناشطة في برلين نشرت تغريدة تقول فيها افتحوا الحدود وأوقفوا قتل اللاجئين. يوم بدون نساء في المكسيك بعد هذا الفاصل. أهلا
بكم مجددا. اعتقالات السعودية ما زالت تشغل الإعلام وأيضا منصات التواصل الاجتماعي. وفق ما تنقل صحيفة The Guardian البريطانية عن مصادرها، فإن الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد رصد محادثات بين الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بشأن محاولة الأول تولي رئاسة هيئة البيعة، وذلك لقطع الطريق على ولي العهد محمد بن سلمان للوصول إلى العرش في حال توفي الملك أو أصبح عاجزا. هذا الموضوع كان محط أيضا تفاعل وانتقاد. على سبيل المثال علي الشهابي كان له انتقاد لتقرير الغارديان، اعتبروا أنه معيب، حيث أنه قانونيا شرح لا يمكن لهيئة البيعة إيقاف الخلافة الفورية لولي العهد بعد وفاة الملك. الهيئة يأتي دورها بعد اختيار ولي العهد اللاحق. أيضا كان هناك مغرد آخر يقول، ينقل عن باحثة أمريكية قولها، أن الخطر الحقيقي على بن سلمان لا يأتي من أبناء عمه أو من العائلة المالكة، بل من تدهور أسعار النفط الذي بدأ به هو ظنا منه أنه يعاقب روسيا. ماذا هناك في المكسيك؟ فاطمة، في المكسيك اليوم لدينا موضوع، لن أقول أنه موضوع نسائي أو نسوي، وإنما هو موضوع إنساني بالدرجة الأولى. نساء المكسيك قمنا بإطلاق هاشتاج أو حملة تحت عنوان يوم بدون النساء. لمعرفة القصة نشاهد هذا الفيديو من أعداد الميادين نت. هذا الموضوع الإنساني لقى تفاعل جدا على السوشيال ميديا وتحديدا تويتر، ولقد كان تريندينج عالميا. كانت ملفتة الاستجابة إلى الموضوع، وهي حملة سلمية بطريقة سلمية، لم تحتاج النساء بطريقة إذا صح التعبير بالعنف، وإنما بطريقة أخرى ومميزة. رصدنا العديد من التغريدات، بداية مع هذه التغريدة. هذه ماريسا تقول، لهذا السبب تحتاج النساء المكسيكيات اليوم، ما تحاول النساء قوله هو إظهار ما يحدث عندما يتم اختطاف النساء أو قتلهن أو عدم عودتهن إلى المنازل. وأرفقت التغريدة بصورة أو ملصق يقول أنه يوميا 10 نساء في المكسيك لا يعودن إلى منازلهن لأنهن يتعرضن للاختطاف أو القتل. وفي تغريدة ثانية قمنا برصدها، أحدهم يقول، بالأمس انضمت النساء والفتيات في جميع أنحاء المكسيك إلى إضراب تاريخي للاحتجاج على المعدلات المذهلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وفشل الحكومة في الاستجابة للأزمة التي تقتل فيها أكثر من 10 نساء يوميا. تغريدة أخرى رصدناها، يوم بلا نساء هو يوم بلا مكاتب، يوم بلا مكاتب لبيع التذاكر، ويسأل كيف تعمل هذه الآلة من أجل شراء التذكرة. هذا الشخص ذهب إلى محطة المترو ليشتري التذكرة، ولكنه وجد أنه لا يوجد نساء داخل المحطة ليشتري التذكرة، فقام بالتوجه إلى الآلة. تغريدة أخرى أحدهم يقول، غيابها يلاحظ، هناك افتقار
الابتكار إلى الاحترافية والإنتاجية والكاريزما. وأيضا من بين التغريدات التي قمنا برصدها أحدهم نشر فيديو يظهر كيف أن المترو هو فارغ في هذا اليوم. وأيضا تغريدة لأوسكار يقول المكسيك ليست بحاجة إلى يوم بدون امرأة أو يوم بدون رجل، المكسيك بحاجة إلى مجتمع لديه قيم. فعلا فاطمة هذه الحملة هي فعلا توعوية، وكان هناك تفاعل من قبل ليس فقط من قبل النساء وإنما أيضا من قبل الشباب الذين يدعون إلى نوع من التوعية وإلى قيم جديدة في المجتمع. صحيح غادة، هناك هاشتاج آخر كان ترند هو اليوم الوطني للقيلولة وهو 9 آذار. كان هناك العديد من التغريدات على هذا الموضوع، بالطبع هي تغريدات ساخرة. التغريدة هذه المغرد قال عندما تستغرق في النوم أكثر من اللازم في اليوم الوطني للقيلولة تستيقظ وتجد أنك أصبحت في شهر عيد الميلاد. تغريدة أخرى من روبن يقول فيها في العمل لا أستطيع الوقوف لمدة طويلة. فاطمة من بين التغريدات اللافتة هو هذه الصورة من أعداد صحيفة وول ستريت جورنال، ولكن قبل أن نستعرضها برأيك ما هو معدل الوقت الأمثل لأخذ قيلولة يوميا؟ أنا لا أخذ القيلولة. صحيفة وول ستريت جورنال قامت بإعداد دراسة وتقول من خلال هذه الصورة أن الذي يقوم بأخذ قيلولة يوميا لمدة 20 دقيقة هذه القيلولة تسبب له زيادة في الطاقة ويكون يعني في بسرعة يستيقظ بطريقة سريعة. أما الذي يأخذ قيلولة لمدة 30 دقيقة يشعر بنوع من بداية الكسل. أما الذي يقوم بأخذ قيلولة لمدة ساعة هو يقوم بتحسين ذاكرته على المدى القصير ولكنه يشعر بنوع من الكسل. أما التوقيت الأمثل لأخذ قيلولة هو 1.5 ساعة فاطمة، هنا لأن هذه القيلولة مدة 1.5 ساعة تتسبب بإنتاجية أفضل والقدرة على الإبداع أكثر. من بين التغريدات التي رصدناها تغريدة لأحدهم يقول كل يوم هو يوم وطني للقيلولة بالنسبة لي، وأرفق التغريدة مع صورة ربما هذه الصورة لكلبه وهو ممدد على الكنبية. يعني هذا الأمر لاقى تفاعلا إيجابيا تشجيع الناس على أخذ القيلولة. أيضا المسلسلات الكرتونية لها حصة اليوم في أنتم أونلاين، أيضا موضوع خفيف ولاقى يعني استجابة في الولايات المتحدة. كارتونز ذات شود ريتيرن، يعني وضعوا الكرتون المفضل الذي يودون عودته والذي احتل الرقم 1 كان توم اند جيري. صحيح. ما هو كرتونك المفضل غادة؟ أنا صراحة كنت أحب أحضر ده مستحيل، هو مسلسل كرتوني لفتاة مراهقة تقوم بخوض العديد من المغامرات من أجل إنقاذ الناس والتخلص من الأشرار. في هذه التغريدة التي قمنا برصدها تغريدة لأحدهم يقول أفتقد الاستيقاظ في الصباح الباكر حتى يوم الأحد ومشاهدة هذا العرض. تغريدة أخرى قمنا برصدها لسارة تقول جميع البرامج القديمة أود أن أقول هي أفضل 100,000 مرة عن البرامج الكرتونية الجديدة. نعم غدا، في الختام هناك فيديو من إعداد الميادين نت أيضا عن أسعار النفط التي تسجل هبوطا قياسيا يصل إلى ثلث قيمتها، وهي أكبر خسارة للنفط في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991. نشاهد سويا.
نذكر المشاهدين الكرام بأنه يمكن متابعة هذا الفيديو وغيره من الفيديوهات على الميادين نت وعلى كافة منصات التواصل على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من أنتم أونلاين. شكرا جزيلا لك غادة. الشكر الموصول للمشاهدين الكرام. إلى اللقاء.